طبعا بعد ما درسنا الحصة اللي فاتت أهم الزهرات اللي موجودة في الكون، دلوقتي بقى قدرنا نوصل لحاجة جديدة، إن في الكون في حاجة اسمها المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية دي بتضم نجم ومعاه مجموعة من الكواكب. هدرس الكواكب دي بالتفصيل وأقدر أعرف منها إيه الكوكب اللي يناسب حياتي وإيه الصفة المميزة لكل كوكب من دول. أنا شايف من الصور بتاعتهم إن هما بيختلفوا من حيث الحجم وبيختلفوا كمان من حيث اللون. هدرس بقى وبمساعدتكو أقدر أعرف أنسب الكواكب لحياتي هتكون إيه، وإيه الصفة أو الميزة اللي بتميز كل كوكب عن التاني. معايا بقى عشان نعرض مع بعض مجموعة الكواكب ديت وتساعدوني في ان انا اميز ما بينهم واعرف الصفات اللي بتميز كل كوكب. والكواكب دي كمان لازم نعرف هي بتجيب الضوء بتاعها منين. تعالوا مع بعض ندرس ونشوف كل حاجة عن المجموعة الشمسية. بفضل العلماء اللي موجودين في المنظمات الدولية زي منظمة ناسا قدرنا نعرف اسرار كتيرة جدا عن ما يسمى بالمجموعة الشمسية، عددها وصفات كل كوكب، منها الكواكب القريبة من الشمس ومنها الكواكب اللي بيطلق عليها توأم الأرض، ومنها أعظم كوكب موجود هو كوكب الأرض نفسه اللي احنا بنعيش عليه، ومنها الكواكب اللي بيطلق عليها اسم الكوكب الأحمر. وبين المجموعة الداخلية والخارجية لينا مجموعة كبيرة جدا من الكويكبات تفصل ما بين المجموعة الداخلية والخارجية. في نهاية الكوكبات لينا أضخم كواكب المجموعة الشمسية، وشفنا كمان كوكب حواليه حلقات حلزونية بيختلف ألوانها، وكمان لينا كوكب يطلق عليه كوكب أخضر يميل إلى الزرقاء، وكمان كوكب أزرق. طب إيه سبب اللون دوت؟ وإيه سبب اختلاف الكواكب في المجموعة الشمسية؟ عاوزين نعرف مع بعض أسباب اختلاف أحجام الكواكب ديت، وليه الكواكب دي ما بتصطدمش ببعض أثناء دورانها حوالين الشمس، وعاوزين كمان نعرف إيه اللي بيميز كل كوكب عن التاني من حيث الحجم واللون، وكمان من حيث سرعة دورانه، إيه المدة اللي بيقطعها أثناء دورانه حوالين الشمس.